السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهاردة بفيديو جديد مليان افكار تخص المصيف. لو انت رايحة المصيف اتفرجي على الفيديو ده، بإذن الله هتستفادي منه كتير جدا. هنعمل واقي الشمس بحاجات موجودة عندنا في البيت، وكمان هنحافظ على شعرنا، وهقولك كده كام فكرة نميسة تعمليها علشان بإذن الله تقضي مصيف ممتع مع اولادك وحبايبك. صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف اول حاجة هنعملها مع بعض ايه هي. هنعمل النهاردة واقي الشمس بطريقة حلوة جدا وبحاجات موجودة عندنا في كل بيت. اول حاجة هنجيب بخاخة ونبتدي ان احنا نحط لها قمع كده من ورق الفويل علشان خاطر نحط الحاجة اللي احنا هنحطها فيها بكل سهولة. اللي معايا دي المية المقطرة اللي بتتباع في كل الصيدليات، طبعا كلنا عارفينها، بنجيبها كده ونزود بيها الأدوية اللي بنجيبها لما بنكون مثلا لا قدر الله تعبانين ولا حاجة. هتجيبي كده العبوة دي وهتاخدي منها نص كيس بس، انا مش محتاجة غير نص كيس. وهنجيب كمان جليسرين، طبعا الجليسرين كلنا عارفينه وموجود عندنا في كل بيت. وهنبتدي ان احنا ناخد معلقة واحدة بس من الجليسرين، معلقة صغيرة، وهنبتدي ان احنا نحطها على نص كيس الميه اللي احنا حطيناه. لو مش حابه ان انت تجيبي الميه المقطره دي، ممكن ان انت تغلي شويه ميه وتسيبيها لحد ما تبرد، وتحطي منها حوالي 5 معالق كبار من الميه على معلقه صغيره من الجليسرين. وطبعا كلنا عارفين جل الصبار، هنحط منه برده معلقه صغيره. ولو انت عندك ميه الورد ممكن كمان تحطي منها معلقتين صغيرين. هنحط كده معلقه من جل الصبار، وهنبتدي ان احنا نحطهم برضو في البخاخة بتاعتنا بالظبط كده. انت بقى اي واقي شمس انت حطيتيه قبل كده، الطريقة دي حلوة جدا وانا بعتمدها على طول، بتعمل معايا نتيجة حلوة جدا. انت بقى ان وشك ما لا قدر الله يحمر من الشمس او من المية المالحة، الطريقة دي حلوة جدا جدا يا بنات. هننزل طبعا المكونات اللي احنا حطيناها كلها في البخاخة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبحاجات طبيعية موجودة عندنا في كل بيت. وهنبتدي ان احنا نرق البخاخة كويس جدا لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها بالشكل ده. وبعد كده هتحطي بقى من البخاخة دي على وشك. طبعا قبل ما بتحطي المكياج بتاعك بتحطيها على وشك وتسيبيها كده حوالي 2 3 دقايق لحد ما وشك يتشرب خالص الحاجات اللي احنا حطيناها دي. بكده هتعملي عازل على بشرتك من اشعه الشمس او من الميه المالحه لو نزلتي الميه. بتسيبيها طبعا زي ما قلت لك 2 3 دقايق، وبعد كده بقى بتحطي اي حاجه انت حابه تحطيها على بشرتك عادي خالص، مفيش اي مشكله، وبشرتك بتتشربها بسهوله وبسرعه جدا. جربي الفكره دي، كواقي للشمس حلو جدا ورخيص، وموجود المكونات بتاعته بسيطه جدا موجوده عندنا في كل بيت. تعالي بقى اقولك تاني حاجة، طبعا شعرنا بينشف جدا من المية المالحة وكمان اشعة الشمس. طبعا بنكون لابسين طرحة وكل حاجة، بس طبعا المية المالحة بتدخل جوه الشعر، فصعب جدا بقى بتلاقي شعرك بعد كده بعد ما بتطلع من المية نشف. تعالي اقولك بقى ممكن ان انت تعملي ايه. هتجيبي كده كمية محترمة من الفازلين وتبدأي ان انت تحطيها على شعرك، تحطي على شعرك كمية كبيرة من الفازلين. طبعا هقولك ازاي تشيليها وتتخلصي منها بكل سهولة، بس اهم حاجة تحاولي ان انت تغلفي كل شعرك بطبقة كويسة كده ومحترمة من الفازلين بالشكل ده كده. بعد ما بتحطيه بقى وبتغلفي شعرك كله بيه، مستحيل المية المالحة تأذي شعرك او تنشفه. تعالي هقولك بقى بعد كده لما تطلعي من المية، حابة طبعا بيبقى الفازلين كتير على شعرك، حابة تتخلصي منه، تعالي هقولك تتخلصي منه بكل سهولة ازاي، وكمان شعرك هيطرى وينعم معاكي كأنك بالظبط عاملة حمام كريم في شعرك. وكمان اي فازلين انت حطيتيه كتير على شعرك هيطلع من شعرك بكل سهولة. هتستخدمي كده الشامبو بتاعك، اي شامبو انت بتستخدميه، وهتبدأي ان انت تجيبي نص معلقة من النشا او من الكولن فلاور، طبعا كلنا عارفينه. بتبدأي ان انت تحطي نص المعلقة دي على شوية الشامبو اللي انت هتغسلي بيهم شعرك، وتقلبيهم بقى كويس جدا جدا مع بعض بالشكل ده. مش هنحتاج خلطات كتير ولا اي حاجة، نص معلقة النشا دي كفيلة انها تطري شعرك وتشيل اي فازلين انت حطيتيه كتير قبل ما تنزلي المية بالشكل ده كده. وبعدين بقى هتغسلي شعرك كويس جدا بالمكونات البسيطة دي. طبعا كل الفيديو النهاردة حاجات بسيطة جدا على قد الايد، مش هتكلفك حاجة خالص، وفي نفس الوقت هتحاولي على قد ما تقدري ان انت ما تتأذيش من المية المالحة او من الشمس لو رحتي مصيف. فالفكرة دي حلوة جدا، وطبعا ممكن يعني تعملي الافكار دي حتى لو انت مش رايحة مصيف، ممكن تعملي الافكار دي في بيتك. لو انت مثلا عملتي حمام كريم او حمام زيت والزيت كتير جدا على شعرك، ممكن تتخلصي منه بالطريقة دي بكل سهولة.
صلي كده على النبي. وتعالي اقول لك على الفكره اللي بعد كده ايه هي. طبعا المفتاح بتاع الاوضه اللي انت قاعده فيها او الشقه اللي انت قاعده فيها، لما بتحبي تنزلي الميه ما بتعرفيش تحطي المفتاح فين، فدي اسهل طريقه علشان تحتفظي بالمفتاح بكل سهوله. هتحطي كده المفتاح في التوكه وتبداي ان انت تحطيها في ايدك، وممكن كمان تحطيها في شعرك، بتقدري ان انت تحتفظي بالمفتاح بكل سهوله وعمره ما هيضيع منك بالشكل ده كده، وبتطلعيه تاني وبتستخدميه. ممكن تعملي الطريقة دي وتحطيها على ايدك تحت الهدوم، او ممكن كمان تحطيها كتوكة في شعرك. تعالوا بقى مع بعض على الفكرة اللي بعد كده. هاتي كده شراب وشوية كده من الكورن فلاور او النشا، وابدأي ان انتي حطي شوية نشا كده جوه الشراب بالشكل ده، شوية نشا صغيرين يعني حوالي كده ربع كوباية من النشا، وهتبدأي ان انتي تفضيها في فردة الشراب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده، وبعد كده هتقفلي الشراب. طب احنا بنعمل كده ليه؟ الفكره دي بجد فكره حلوه جدا، انا بعتمدها على طول، ولازم طول ما انا رايحه المصيف اخدها معايا في شنطتي فرده الشراب وشويه النشا دول. بيعملوا ايه بقى؟ اول ما تطلعي بقى من الميه وجسمك كله رمله كده وحاسه ان انت الميه المالحه ملزقه كده على جسمك، روحي جايه بقى ممشيه الشراب ده على جسمك بالشكل ده كده، هتنزلي كده اي رمله من على جسمك وهيديكي احساس كده بالنعومه والتلطيف من الشمس او من الميه المالحه. جربي الفكره دي بجد فكره حلوه جدا جدا وانا بعتمدها. هاتي كده ازازه فاضيه، وتعالي اقول لك بقى على الفكره اللي بعد كده. هنجيب ازازه كده فاضيه وهنبتدي ان احنا نقصها من تحت بالمقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده. بس يعني لو ازازه الخامه بتاعتها تقيله شويه عن اللي معايا دي يبقى احسن كتير بالظبط كده. انا بس يعني كانت معصلجه شويه معايا، قصتها من النص بالشكل ده بالظبط كده. هشيل بقى اللزقه دي انا مش محتاجاها. وتعالي اقول لك بقى ممكن نستخدمها في ايه الازازه دي. وانتي رايحه على الشط بقى هاتي بقى كده اي شوك او اي معالق او اي سكاكين انتي هتاخديها معاكي، ما تحطهاش في كيسه ولا تحطيها في علبه ولا تحطيها في حاجه. هاتي كده الازازه وابداي ان انتي حطي كل الشوك والسكاكين جوه الازازه بالشكل ده. احنا بنعمل كده ليه؟ علشان السكاكين والشوك والحاجات دي اولا ما تعورش ايدك وانتي بتحطي ايدك جوه الشنطه عشان تطلعي طبق او عشان تطلعي شويه فاكهه او عشان تطلعي اي حاجه. تاني حاجه عشان خاطر برضو الحاجات ديت ما تتعصي او ما تتبهدلش من الرمله اللي بتكون حوالين مننا في كل مكان واحنا على الشط. بالشكل ده هترتاحي من المشكلة دي بكل سهولة وبكل بساطة بإزازة، أي إزازة موجودة عندك، كان فيها مثلا مية أو كان فيها مشروب أي مشروبات غازية. فبتبدأي إن أنت تعملي الفكرة دي، فكرة بسيطة جدا وسهلة وهتريحك كتير. جربيها بجد تحفة جدا، أنا بعتمدها على طول الفكرة دي وهتعجبك. تعالوا بقى مع بعض نشوف الفكرة اللي بعد كده. هنجيب كده غطاء إزازة وهنبدأ إن احنا نقصه من الجنب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالسكينة بالشكل ده كده، وهنبتدي إن احنا نشيل الحتة اللي احنا قصناها الصغيرة دي بالسكينة بالشكل ده. وتعالي أقولك بقى ممكن نستخدمها في ايه. فكرة بسيطة وسهلة وهتريحك كتير من المشكلة دي. هتجيبي كده بقى أي دبل فيس أو أي لزقة أي حاجة عندك، وهتبدأي ان انت تحطيها وراها بالشكل ده. هناخد بس حتة صغيرة كده من دبل الفيس وهنبتدي ان احنا نلزقها ورا الغطا بالشكل ده. وتعالي كده بقى حطيها في الحمام عندك او في الأوضة اللي انت قاعدة فيها بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. هنحطها كده في انا هحطها كده في الحمام بالشكل ده كده، وبالطريقة دي هتقدري ان انت تعلقي عليها فرشة الاسنان بتاعتك بكل سهولة علشان خاطر طبعا ما تضيعش منك او ما تقعش في حتة، تقدري ان انت تحطي فيها فرشة الاسنان بالشكل ده. جربيها فكرة بسيطة وهتعجبك. تعالوا بقى مع بعض على الفكرة اللي بعد كده. لو انت عندك بقى هدوم اطفالك حابة ان انت كده تنظمي وترتبي الشنطة بتاعت السفر والحاجات بتاعت الاطفال بتبقى كتير كده وتحسي انها متبهدلة مع بعضها، حابة بقى ان انت يعني تنظمي وترتبي حاجات الاطفال بتاعتك بكل سهولة وفي نفس الوقت برضو تحطي كل طقم كده لوحده، هتبدأ ان انتي مثلا ده طقم معايا خروج، عبا ان انتي بقى تحطي طقم بيتي طقم خروج مفيش اي مشكلة. وهنبتدي ان احنا نحط التيشيرت تحت كده والبنطلون فوقه بالشكل ده. هقولك بقى على تطبيقة حلوة جدا مش هتاخد منك مساحة خالص في الشنطة، وهتحسي كده ان الهدوم عندك مترتبة وبتطلعي الطقم كده مع بعضه، مش بتحتاجي ان انت تقلبي الشنطه او تدوري كتير في الشنطه. هتبداي ان انت تجيبي فردتين كده من الشراب وتبداي ان انت تحطيهم بالشكل ده كده، وهتلفي عليهم الهدوم بالشكل ده
وهتبدأي ان انتي تدخلي الشراب بالعكس بالشكل ده. الفكرة دي برضو انا بعتمدها على طول في اي وقت انا مسافرة فيه، يعني ببقى عارفة ان الطقم كامل كده مع بعضه محطوط، بروح جاية شداه على طول وشايلة منه الشرابين وملبسة بقى عيالي. بتبقى فكرة سهلة جدا وبسيطة وما بتلخبطش كتير، تحس ان الشنطة كده متبهدلة ومتلخبطة، وفي نفس الوقت بدنك تدوري على على الهدوم كتير وبتبهدلي الشنطة اللي بتكون موجودة معاكي. فالطريقة دي سهلة جدا جدا وهتريحك كتير. جربي الفكرة دي برضو بجد حلوة قوي وهتعجبك.